بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها قولها شعبك يو أقل كسرة قدومك حلينا ذا لبضا أقل حلبانا ذا لبضا أقل قدوك دولة شوينك لما عن مشرحين تحلك مدحبينها الصوماليا سراكيشة إذا ماذا دولة دا صحافة دا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب ونكسن وحا شرف وين إياه مانتا إنا هورتي ذا إمادو أنو أه مشارع التاقن حلكا مدحبينا يا سوماليا إنت أنو قد قرن هذا الكيغا وحا لبا إنا هالكا نقوم مادعليو لمان إنت كسو قادتي دور كسو قادتي إن سوماليا مانتا سو قارتو مرحلة دان إن مركي لبا دالكي أنا قديسة لو قبتو دور الشدة مدحبينا قالك يزكي كدير وحان سيجارة أو حشمت لي وما تعلن يا إذا ماذا أمنيك وهبيني ما قلت لكن إن السودان أمنيك وطن كنا يجوا على سون هاي حالة هذاك أيكو شقيان عدول با وبلنقادي كرتا هذا قلنا هو جديد كرتا بس نبتوا حوي إدول با مسؤولين كرتا بلنقات كذا سيادفت إدول با وحاول ناكسن إن لو تحكي ليو وحي لغو برتي مددي إيدالكا إيدالكا وشغينيين قفل با أو تتمايا حلك مدحويني وحي آدو قرح بضن إن حل بانا دا كنت تحكي ليان تاريخ ديسا شغو يو عقبت هدو إلهي لهذا ما أنت فبراير جديد ده وما أنت تاريخي أه وحلوان والبا والله ضيع قل وجو عصر دونه مشرحة ودورن دونه حلك ما ذحينا الصومالية ودريني كتان أنت الذي يمسير كذلك أي جودا كجرتو عنتينا هو متلسان شعبك الصومالي مدناش شرفت لك وحان الدين بلغاليا إلى نقضوا مدحوينة ونحا كدام قلا ويستغدناها شعبك الصوماليات قارهان شعبك التواليسا وحان قدوا يلدونا إلى سوجر أيو فرقية ودحية بيرتا يتاجرينتا وحان المسان هاي إلى سي الصومالي معه وحان قفتان كرنو ووضن والبوحة ويستغد شعب كيسا وانا انا جوجنا كتير سنانتا ششيها ادنك سياسة دا نغالها قرقارك يوحي لمتكا ان شاء الله تعالى ما دعي دونتو ان اسكري الصوماليات ان نفتي سؤوري ما الولبا انو بدبادي شعبك ان ديعنو او سهلين حقوق ديسا ومدي تشنوي دا ولو تلنيا أن تشنو أو تشنو سيدي نبض عدالة يمنو أو هيلين وحنا مثلا هاي إن صوماليا أيوب بهانت هاي مدحوينا فاهمي كرا ظروفها نهيسة إسلام مركزنا ديرة سارة وحيابها أو ميمسن سلو جارو دول بناك كودسن إسلام حسابتن ربع يمام الهفن أوكو هولجلا وتشي إسخنعين إسفهم إسوسمر يرسعد دوكتا إن شاء الله ولا ليال وحي رأي يدر مرو تاريخ نولود كيجي وحن كل شيء مقالنا عن صوماليا مقدشو وحن كل شيء استال ليجري استال رابع لبي تونكي أكتوبر كن سعاب وقال لحظة إلى بدي أنا جاي إيه صومالي بدن وحن وحكو صوبرني عشور تلاقي غادي تدوينا صومالي قرآنك وحكو صبرتي مقدشو دوكسيغا إلا دوكسيغ سرع وحكو صبرتي مقدشو كنا سعب قول زيتن كي وحان جامعات اوادي ودنك مريكنك وحكو صبرتي زيتن يشنتي
waxaan dib ugu soo laatay wadankii oo aan shaqo ka bilaabay bangiga dhexe ee Soomaaliya 1986 2004 xilligaas waxaan ka qayb galay shirkada dibuushinta ee ka dhacay wadanka Kenya 2005 markii la doortay madaxweyne Cabdulla Yuusuf Ahmed Allahu naxariistay waxaa lii magacaabay agaasimaha guud ee xafiiska ra'iisul wasaaraha oo markaas ku shaqeynayay magaalada Nairobi si kumeel gaar ah 2006 waxaa lii magacaabay kursiga safiir oo aan dib u furay safaaradda Soomaaliya oo Kenya oo la xiray 1990 2007 waxaa lii magacaabay safiirka Soomaaliya wakiilka ugu ah wadanka Kenya waa ogsoontihiin Kenya waxaa ku nool Soomaali fara badan ayuu badan yihiin qaxooti 400 gaaraya oo ku nool xeryaha qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab iyo kakuma intii aan safiirka ahaa aniga iyo diblomaasiyadii la shaqeynayay oo aan ku xisi karo allahu naxariistay qusulkii maxamed cusmaan aade edson waxaan ku guuleysanay inaan 2006 dib u bilowno dacwadii guriga safaaradda soomaaliyeed ay ku lahayd nairobi oo aan ogsoonahay in si sharci darro ah looga iibiyey nin ganacsada kenyan ah alxamdulilah 2010 ayaan ku guuleysanay inaan si sharci ah u soo ceshano dhulkeeni islamarkaasna aniga iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee waddan kenya aan ka taagnay calankeeni dhulkaan soo ceshanay xilkii safiirnimada waxaan wareejiyey april 2015 waxaan aaminsanahay muddadii aan safiirka soo ahaa inaan shaqadeedii u gutay si hufan walaalayaal bishii may 2015 ayaan dib ugu soo laabtay waddanka oo aan bilaabay socdaal ugu magacdaa socdaalkii nabadda waan ku soo maray waddanka oo dhan intii aan safar ku jiray waxaa la kulmay soomaali fara badan safarkeygii waxaan ku aaday diyaarad iyo gaari oo aan markaagood gacanta ku watay oo aan soo maray dhul aad u badan waxyaabihii aan la kulmay dadkii aan la kulmay oo ii sheegay in ay dhibaatooyin fara badan haystaan ayaa igu kaliftay inaan xilkan madaxweyne kusoo taago September 4th 2016 waxyaabaha ka xasuustay waxaa ka mid ahayd in hooyo aan la kulmay ii sheegtay in dhibaato ka qabaan xagga caafimaadka oo markay dhalayaan ay isbitaalada heli karin ay u socdaan maalmo nin kale odaya wuxuu ugu yiri markii aan u sheegay ciddaan ahay wuxuu ugu yiri adeer waxay ugu dambeysay inaan arko qof u shaqeeya dowladda ama u shaqeyn jiray xilligii towradda magaca sharafta leh waxaan aaminsanahay in waqtigayga intiisa badan ku hoolnaa waa adeega dowladda iyo waxqabadka bulshada waxaan ka mid ahaa shakhsiyaadkii fursada u helay inay waxbarasho iyo caafimaad bilaasha ku soo barbaaraan waxaa iga go'an inaan ummadda u horseedo sidii shaqsi walba oo soomaaliyeed u heli lahaa waxbarasho iyo caafimaad dhammaystiran xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal waxaa maanta hortiina ka ballan qaadayaa hadduu la yidhaahdo haddii aad igu sharaftaan inaad ii doortaan xilka madaxweynaha soomaaliya inaan si buuxda dib u soo wada nooleeyo arrimaha astaanta u ah dowladnimada haddii uu la yidhaahdo waxaan abuuri doonaa xasilooni siyaasadeed oo aan ka bilaabi doono magacaabidda ra'iisul wasaare ama wasiirka koowaad oo aqoon iyo karti u leh aaminsana soomaalinimo una madax bannaan xukuumaddiisa kadib markii looda golay ay u cideyaan waxaan ka shaqeyn doonaa danta guud ee ummadda soomaaliyeed haddaan ka bilaabo amniga iyo dhismaha ciidanka waddan aan amni lahayn horumar ma gaari karo waa ogsoonahay xaalka ama meeshu marayo amniga waddankeenna oo aad u liidataa hadduu ilaahay iraado waxaan ka bilaabayaa magaalada muqdisho muqdisho waa magaalada soomaaliya
وايشي ودكا وودني ودكا مالمي ودنبي وعاركيسين ان مغالده كسو بدنيسو دغحان ايو جوانو اي كبلحان عيد الله هدغي حفيسه الدولدا هوتيلدا قاركود ودوني كير اي حافظه دحمرا ايغنا وها لوو غوي اسباروين يا دغحان marka dadka weydiiso waxay ku leeyihiin burgas waxa degan masuul u shaqeeyay dawladda ama hotelkas waxa degan masuul waxaan aaminsanahay in sidaas aan nabad ayna ku imaaneen ya ilaalinayo masaakiinta ya umaqal masaakiinta سحماها إن العريامية ذاتك الدنجر تاه والوض جيدو إن قلوه ذا سنة بدا كنتقال وحا أركا هويو سوق كسوا ديكتي وقلوه ذا سعوتا لغو يري وحا لغو يري هل كان ممبر كرتيد أكو كسوا وريقو سياس نبادكو ما يمانيسو waxaan soo sheegay in hoteelada qaarkood iyo xafiisyada qaarkood la dhiga dhagxaan jidka waaweyn waa la xiraam mara qaarkood waxaa maalin weyto indhahay ku arkay wadada weyn laamiga oo la xiray waxaa loo xiray hoteel ayaa waxay ku shiraayay mas-uuliyiin hoteelka agtiisa waxa ku yaallo maqaayada yar ku yaallo waxa ku yaallo hoyooyin shaah ku gada meesha waxa ka shaqeeyo ciyaal casiyaala yaa umaqan maalinta waxay shaqastaan ayay rarkooda u geeyeen xaq ma aha in masaakiinta la curyaamiyo waxa loo baahan yahay si amni loo helo ma aha keliya in wadooyinka la xiro ma aha keliya in qoryo lagu wato magaalooyinka waa in shacabka la siiya kalsooni si shacabka ay ula shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan kaloo ku talin lahaa in ciidamada faraha badan ee jooga magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale ee soomaaliya ee gobollada in loo sameeyo xerooyin lagu xareeyo magaalooyinkaas ay joogaan magaalooyinkana ama magaalada muqdisho ay la wareegaan ciidanka booliiska ama ciidan gaar u ah inay amniga ka ilaaliyaan magaalada waa waajib nasaaran dawada saaran in ciidanka soomaaliyeed la tayeeyo ayna helaan xaqooda waxaan maalmood maqlayay in xamar magaalada soomaaliya muqdisho aysan amni ahayn qofa wuxuu ku taliyey in magaalo madaxda laga bedelo muqdisho oo loo bedelo magaalo kale su-aasha la soo diyana waxa weeye amni darada ma xamar baa keentay mase annagaa keenay xamar waa la xumeeyey waa in la xaalmariya waxaan ognahay in ciidanka amisom ay gacan siiyaan ciidankeenna oo u mahadcelinaynaa kaalinta ay ka qaateen ilaalinta ama dib soo celinta nabadda soomaaliya waxaan aaminsanahay in la gaaro xilligii ay amisom dib ugu laabanlahay waddankooda annaga u mahadcelinayna waxaan aaminsanahay haddii la tayeeyo la xoojiyo ciidanka inay waddanka wada xoreyn karaan dib ushiisin hadduu ala idmo waxaan kula talin doonaa dawladda ama xukuumadda in ay xooga saarto dib ushiisinta in laga bilaabo dib ushiisin dhaba laga soo bilaabo tuulooyinka degmooyinka iyo gobollada waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay iscafin wada tashi in la wada hadlo waxaan aaminsanahay haddii lasoo fariisto oo dadka soomaaliyeed
أي وفلسطين أكيد قلنا علماء دينك إن أدرك ميتك لأن يرد هؤنك إن لهلا يو نبض يو إسعافس شركة دبشين تا وحن إذا كل تردون الدولة دا إن لو قبته ودنا كجوديسة ما كل كلمة وحن صوب حسي لقاه له ما حنا يقل دمي ما حنا كسي حكنا يسوي سي حكنا وحن كلو حن كلو ميمة وحن كل تردون الدولة دا إن هذا سو قصور مدح بنان يود مسرينهن تركيسة يو إن هذا سو محكمة دا دستوري كه وأدل وقبيان وحن بلغاليا إن دتكو إيوه سنان دونان وحن تلاد دالكا هوس جين دونين كوح غارة أما قبيل غارة أنا وحن أمسان هاي سومال نمو وحن ربا إن هوس كحريقو وحن كهضو بيوغف كي يكوها دن عرينتا أفر لبعشان أفر لبعشان أد إي أد بعد أن يقصوا هالجدا حلق لسمينا إي وحي أهد إلا يوجد بو لكن ما أنت أقول لجوغ لو كون إيو تدوي طبانك إن لو غيب صدو لو غيب بارلمانك إي دولدا أفر نبعشان حق ما سحن ما برس الضلحة وعن كل ياهي البلد أيمد أنا أنت دبيع سن إلا بعد يقول هالشيء قف كل مدة ولا يا وإنه كاحق بنيه كاغرح بنيه كالعق بنيه سوي لي كرتان سواد أنت واكرين يا الدولة هذا يعني واحد بالغاز يا إن إنك على شخص إيش شخصان إن أنت حلاقة بتو وأم بابينو دبيع سن تس الدولة هذا واحد كله كله تلدونا حكومة إن المهمات كانت سيان لسمها هي هذا الدولة سلوه رجلي ما ملونك كاسو بحن كرا كاسو بحن كرا كان سيك الشعب أنا ما دخله ذلك أنا بروح إلى كم نستي خيرات دبيعة وعلينا هاي قرح جوتا هو نظيفة إيو وبيو إيو حيل تقولير أفريكا لفتابك نغالها دالكا وحولها نول بيرها كلونكا سيدالكا إي معدنتا كواس أوان دولادي كل تلدوني إنا يسوق بديغان كرسوين خرمان نيت وحا هوالا إن برنامجك نغالها وصروقها يدونو كوبا عد غالها دالكا waxa kale oo kula tala doona dawladda inay bar socdaan dib u habeyn lagu sameyn doono kaabayaasha dhaqaalaha kuwaas oo ayagana aaminsan inay horumar keen doonaan arrimaha bulshada bulsho kasta waxa horumarkeeda lagu qiyaasaa heerka ay gaarto daryeelka dadkeeda هدي أنقول سهل كما ذهبنا الصومالية وأي دولتان وعن حكومة كل تلدونا إن حقوق سران إن ذلك لجيه الجليو أديك عارف ما يمدوا حبرشوا أو العقل أنا سي لو قدر يلو برشدة أو بعد أديك تقدر لأن يرد وعيوب بعدين إن شغل وابورو إن واحد وقت دبتوين كأي كهستر يرد مركز سفير كهاي waxaan soo arkay dhalinyaro ku dhibaateysan Kenya oo taariikh soo aaday oo ka soo cararay wadanka uga soo cararay waxbarasho la'aan shaqo la'aan iyo amni darro waxaan tagay Canada Toronto waxaan kula kulmay dhalinyaro la magacaabay gala Canada waxay ii sheegeen in ay ka soo taariibeen wadanka ay tageen Brazil ay ka soo lugayeen أودد الصومبرين إلا مكسيك ملك يمادين كذب كندا يمادين قاركود بعيشة قال إنا سعبود لا يهين دنتين ما يجوا لا يه
مركز شاء تعالى دايرازنا وحان كبرا جدونا إن ودنكا أي كسو لابتان كدي مركي أمني عن هلو إيو شغلوا أبورو وحان كلو مهمة هو أن كلو تردونا دولدة أما حكومة دا إن سيدك ساعة ودو غاقضو سيدي دالكا ديبو كسو نولا هيد لعاك تاني شينا سوماليا oo iyadoo ah astaan u ah heebadii iyo jirtaanka umada maadaama soo aan jiray muddo badan waxaan dawladda kula talin doonaa inay kor u qaadaan xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo wadamada saaxiibada ahay iyadoo dheeraalinayo loona soo celinayo sharafta Soomaaliya lahayd xilwana sharafta leh ilaa aqal waxaan aaminsanahay dadweynaha Soomaaliyeed inay u baahan yihiin madaxweyne soo celiya heybadda iyo karaamada qaranka badbaadiyana dadka diinta iyo dalka daryeelana ahna weelka dhabta ah ee danyarta waxaan aaminsanahay inaan buuxin karo dhammaan qodobadaas aan kusoo xusheegay sidaa darteed waxaan si sharaf leh oo xushmad leh idinkaga codsanayaa iyagoo idinkoo tixgelin lahay taariikhdeeda inaad igu aamintaan i doortaan xilka madaxweynaha Soomaaliya aad iyo aad baa mahadsantihiin.